البوكس الاولاني اهو، نغير اللون وناخد شيفت سكيل نسخة تانية جوه البوكس ده، فور فيوز الت ده شيفت سكيل، ماشي كوبي، امسك الكبير، فانا امسك ده واقول له كومباوند بوليان بيك، واروح اشاور واجي اعمل اوربت هنا في الفيو الاقيه هو اوتوماتيك فرغ. فرغنا دوت، هنروح نرجع تاني الكرييت البوكس اوتو جريد، هنرسم هنا مكان باب سريع، ارجع في بي موف هنا عشان يخش جوه السمك، وهنا هنرسم مكان التو ويندو بتوعنا دوت كده اهو، ادي ارجع لورا عنده شيفت كولون ده كومباوند بوليان بيك، شاور مرة دوت اخرج وخش تاني وسطينا، شاور مرة ده، شاور مرة كمان ده، موضوع الدم بقى والقبة بتاعت الجامع هي دي اللي هنعمل فيها، هنشغل على انها هيموسفير، هيموسفير لانهي مرحلة؟ اي مرحلة تكون تحت السقف، يعني اي مرحلة كده كويس، امسك الجامع وقول له كومباوند بوليان، ها ليه كوبي؟ عشان ياخد نسخة تانية وهو بيطرح من سقف الجامع، لو حركت دلوقتي السفير دي هلاقي ان الموضوع بالنسبة لي محلول، شيفت سكيل جوه، ايوه وبعدين ها ايه، تنساش تنزل بدي موف لتحت شوية علشان تقطع الاطار، قول له بوليان بيك موف، روح شاور على دي. قول له هنا هنشيل السموث من على دي مرة ومن على دي كمان، ممكن ارسم الويندو بتاعتي فين بأنهي طريقة وارسم مكان الويندو، اسحب من هنا، مفيش سناب لسه، لسه السناب مش شغال، شغاله وبعد كده تعمل ايه، عرض عمق ارتفاع، ده طلع فين ده؟ طلع على خط السايد الاسود دوت، خط الجريد، يبقى هاته انت هنا. طب ولو رسمنا بالاوتو جريد مفيش مشكله، تعالوا نرسم بالاوتو جريد مره، والله ديت اشيك طبعا، اللي فاتت دي كانت افضل، لكن مفيش مشكله خالص ان انا ارسم من هنا، اي نقطه توقفك وتخلي الزد فوق ابدا ارسم. دي انت ترسم بطريقه تانية ليه؟ الطريقه الاولانيه اللي ترسم معاك، يبقى اول ما تلاقي في حاجه غريبه اصلا ما تكملش، عرض عمق اطلع بيه ارتفاع، بص عليه في توب مش هيطلع مظبوط على فكره، هيطلع مكسور، يعني ايه مكسور؟ يعني خطوطه مش مظبوطه. طب واللي قبليه مظبوط، خطوطه بالنسبه لي دي زي الفل، هنا غلط، هنا في مشكله عندك عشان اوتو جريد، فانت مش مالك قوي النقطه اللي تبدا منها وتقفل عندها، الكلام ده هيبقى في المره الجايه بدايه التعامل مع فكره السناب، ظبط لك كل الكرييت بتاعك، خد دول شيفت ودي هناك او خد منهم ميرور لو عايز، مفيهاش مشكله، وشوف لي موضوع الباب ده حضرتك برضو يا ريت لو ترسمه، نرسم ده اوتو جريد لو شغاله ماشي، طريقه الكرييت بتاع الاولانيه طبعا مش الثانيه، شوف الزد بتاعتك امتى تبقى شغاله، ابدا اعمل كرييت كده كويس، كده كويس، عرض عمق ارتفاع، دبل دور، قلل العدد دوت، حاولوا البانل زي ما تزودوهاش عشان ما حدش يقول لي بزودها ومش باينه او مش، يبقى تعملوا كرييت وتقفلوا فكره الموضوع بتاع